ألف عافية وإلى مطبخ يوم جديد مع الشيف علا نيروخ اللي حضرت لنا وغششتنا خلال حلقتنا اليوم شو راح يكون معنا أطباق. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك إبراهيم. أهلا وسهلا فيك هبة ويعطيكم ألف عافية وصباحكم سعيد مرة تانية من أول وجديد. إحنا مكملين أكيد مع مشاهدينا الأفاضل بفقرة مطبخ يوم جديد لحتى نعمل إعادة تدوير. يوم نعمل سمك، يوم نعمل لحمة، يوم نعمل خبازة، يوم نعمل قلاية. حالنا كحال أي بيت أردني والحال دائم على الجميع، ولكن أكيد قبل ما نحكي أكثر عن تفاصيل فقرتنا لليوم بدنا نقول شكرا لأرز تحفة وتونة الصياد وكارفور هايبر ماركت. أحلى من مليون عريس تحفة. أرز تحفة، عن جد تحفة. يعني رجعنا من جديد، بس اليوم شيف احنا متعود انا بالحلقه معك يكون في معاليق، يكون في طحال، يكون في، بس اليوم كرشات، السناد مثلا، مقادم. اليوم كسرنا القاعده هاي كرمالك عشان ما تزعل. بالعكس، انا سعيد دائما يعني بغض النظر عن الطبق بكفي وجودك ولمستك دائما. يسعدك بوجودكم ابراهيم. بسم الله وعلى بركه الله نبدا. رح ننطلق انا وياكم الى فقره مطبخ يوم جديد مع الجميل وجميل القلب والقالب ابراهيم جيكات. رح ناخد إبراهيم اليوم وصفات كتير بسيطة وسهلة. سبق وذكرت إحنا رح نعمل الخبز البايت. للأسف ضمن جائحة كورونا وإحنا واجبنا للتنويه بكيفية التعامل أكثر والحفاظ على هالقيمة الغذائية بالإضافة للمادة الغذائية نفسها. شفنا كتير إحنا للأسف ضمن جائحة كورونا وكل الأيام أثبتت لنا يا مكياس خبز ناشف مربوطة ومحطوطة جنب يعني الحاوية. للأسف بيكون في هناك يعني عدم استغلال. نعم أكيد. فإحنا واجبنا كتوها كل ست، وأنا واحدة منكم بزيد عندي خبزة، بنشف عندي خبزة، خبزة مثلا حمام، ابني طلب عندي مثلا عملت لهم سندويشات زنجر وزاد عندي خبزة، ممكن كان عندي ضيوف على الفطور وزاد عندي خبزة. كيف أحافظ على الخبز البيت؟ في كتير أفكار ممكن إحنا نطلع من خلالها بأطباق مرتبة ومتكتكة من قيمتكم الحلوة، ولكن من الخبز البيت وما بزبط فيها إلا خبز بايت اساسا. يعني الا خبز بايت هذا السر. يس، بالاضافه الى اللي هي الكنافه، كنافه خشنه، وراح نحط لها شيء قريب من موس المانجا، وراح نحط لها قطع مانجا بس كتير طيبه ابراهيم. في كتير. في تناقض بال هلا بنشوف صحيح. يس حلو، يعني هلا اللي شوف مانجا هي حلوه بشكل عام، هلا بالوقت هذا مز حامضه شوي على حموضه. فاحنا راح نحط الحامض مع الحلو مع شوي من قرقشه الكنافه الخشنه، وكثير راح تنبسطوا عليها ان شاء الله تعالوا. ما تكون مكلفة، ورح نحكي عن بدائل للسيدات اللي ما عندها بعض مكونات الوصفة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مقادير فطيرة الخبز البايت على الشاشة مع إبراهيم. يلا استعدوا معنا، يلا نأخذ المقادير مع بعض. بالنسبة لفطيرة الخبز البايت بدنا خبز بايت، زبدة بحرارة الغرفة للدهن، ومن 4 إلى 5 بيضات، وبصل أخضر، وأيضا آخر إشي الكركس أخضر. بدك تساعديني؟ كرافس. يس. أنا مش دائما سلاري. لازم يكون في عادي إبراهيم كلمة هيك ولا هيك. كرفس أخضر، أيضا بدنا فلفل رومي ملون مفروم وبقدونس مفروم، جبنة موزاريلا عن بدل، ممكن جبنة موزاريلا وممكن جبنة شيدر أو الاثنين اللي بردهم إياه، وبندورة شرائح. نعم. أيضا ملح فلفل، وأيضا بابريكا وزعتر ناشف، خل أبيض. نعم هيك بس؟ بس بسيطة. موضوعنا سهل وبسيط وكتير حلو إبراهيم، وأكيد إحنا بدنا نذكرهم إنه إبراهيم متابع معاكم من خلال الفيسبوك اللي بتكون يوم جديد. أي سؤال؟ أيوة يوم جديد. نعم. أي شيء إبراهيم إحنا جاهزين طبعا، كمان جاهزين لأسئلتكم اتصالات اللي بدك إياه. نعم إحنا هلأ رح نبلش بفطرة الخبز البيت. قديه بتحس حالك مرتاح بفقرة المطبخ؟ خليني أحكي يعني بين الذكر والأنثى. قديش أنت كشاب طيب إبراهيم قديش بترتاح بالمطبخ سواء بالبيت أو بيوم جديد؟ شوفي هلا المطبخ بكفي انه في شعور الاكل بشكل عام سعاده. يعني وجود الاكل وهذا. هلا بالنسبه ليوم جديد نحكي المطبخ معك مميز. الله يعني هذا لا شك فيه. دائما بكون في شغلات جديده عم بتعلمها.
نعم. ودائما عم بيكون في خبره، يعني صرت حتى بالبيت اكون عم بعطي تعليقات، قبل ما كنت اعرف بس بحكي لهم الشيف علا علمتني صار عندك الشيف علا. لا حاشاك على سلامتك. طيب ابراهيم، احنا هلا حطينا 5 بيض لهذا الحجم من الطبق اللي هو البايركس، بالاضافه الى خل ابيض. الخل الابيض فورا بسحب زنخه البيض. تمام، اذا خل ابيض ما تخافي ولا رح تحسي بوجود البيض نهائيا. رح نخفقهم مع بعض. نخفق البيض مقطعة. انت هون فلفل. هذا فلفل صراحة ما لقيت بالثلاجة الا اصفر، مشان هيك بس اصفر. انا كنت اسألك لسه بصير احمر بصير اورنج. هاي خفقنا البيض. تمام، بعدين رح ننزل البهارات. هلا البهارات اجتهاد، يعني اذا انتم ملاحظين هلا بالوصفه ابراهيم انت ما قرات كوب ولا ربع كوب ولا نص كوب. ليه؟ لانه انا بعطيك المقادير الاساسيه وانت كسيده منزل بتزيدي بتنقصي البصل، بتزيدي الفليفله، بتزيدي ملح، بتحطي مثلا في ناس بتحب تحط كمون مثلا مع البيض. انا مع البيض راح احط بابريكا حلوه، بسم الله، زعتر ناشف، اوريجانو. تعتبر فطور شيف يعني الفطيره؟ فطور عشاء بدا؟ لا اكيد لا، بس يعني ممكن هيك نسويها نقنقات. ممكن تخليها هيك على الطاوله وخلي اهل البيت ياكل منها حتى مثلاً. بكره كمان برمضان رح يزيد عندنا خبز بايت. ليه ما ادير بالي عليه؟ يعني برضو كمان انا رح اعلم ابناء اسرتي بانه انا كأم ما عم بكب إشي. شوي شوي بتلاقي الولد الصغير بكره بيكبر وبصير شاب وبصير يحافظ على النعمه في بيته، بصير ببيته يعمل نفس اللي كان يعمله ببيته. عشان هيك احنا بنقول الام هي المدرسه، هي صحيح. اللي بتأسس جيل كامل لهالمجتمع. نعم. حطينا ملح، فلفل أسود، بابريكا، والزعتر الناشف. رح نرجع نخفق مع بعض. احنا عم ناخذ تعليقات، واي شخص عنده سؤال بخصوص الطبق لليوم، عنده سؤال عن الخبز، الخبز البايت اللي ممكن يستخدمه، احنا جاهزين ناخذ الاسئله والشيف علا موجوده حتى يجاوبكم. نعم. اكيد. ومنصبح على كل الاشخاص اللي معنا شيف، اكيد يعني تفاعل عالي، وايضا معنا اتصالات. رح ناخذ اتصال الان. نور، يلا. صحيح، نور من جرش. صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا. العافيه ابراهيم. اهلا اهلا، يعطيكم العافيه. ممكن احكي مع شيف علا؟ تفضلي. طبعا اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا حبيبتي. اهلا. انت هيك بحد ذاتك صورتك وصوتك علولنا الصوت. احكي معي من التليفون ووطي التلفزيون عشان اسمعك. انا مخففه التلفزيون مكتمته. نعم حبيبتي تفضلي معك. صدقا مش بس انا، كثير ناس صرنا نحضر البرنامج عشانك يا حبيبتي. انتوا البركه في اصحابنا وزملائنا، احنا كلنا بنكمل بعض. اكيد انا شخصيا كثير بتعلم منك شغلات كثير. انتوا البركه حبيبه قلبي، اهلا وسهلا فيك بكل وقت. بدي منك طلب. انا حكيت قبل يومين على التعليقات مع المذيعه هبه. نعم. سالت عن الفريكه. نعم. هيك حابه منك شوي تهتمي لنا بطبخات منوعه بالفريكي، يعني هيك تشكلي لنا اكثر من طبخه فيها. حاضر، هلا انا رح احكي لك ايش عملنا فيها، واذا ناقص شيء ببالك انا جاهزه من عيوني. يعني حتى سلطة عملنا. يعني حابة إنها تكون طرق مميزة إنها تضبط معنا أكثر، يعني طبختها شوي أصعب من ال. حاضر من أمرك. هلا بنحكي. حاضر. أهلا وسهلا فيك وسلمي على كل أبناء جرش. أكيد بوجه تحية لكل أهالي جرش، يعني هاي المدينة مميزة. أنا بحبها لأنها كمان كانت بطريق الجامعة. فبحسها قريبة الجامعة. يعني باليرموك بإربد. فكنت أمشي جرش عجلون إربد، فكنت دائما أمر. دائما. ذكريات. يس. طيب هلا احنا ابراهيم خفقنا البيض مع الخل ونزلنا البهارات. تمام. بعدين نزلت بقدونس، بصل اخضر، بالاضافه للكرفس اللي هو السلري، ممكن تحطي شبت اللي هو الدل. هلا هاي الاشياء احنا حكينا هي من فصيله الحشائش، ميزتها بانها غنيه جدا بالمواد الغذائيه، بتسهل الهضم في الامعاء، بتنشط الدوره الدمويه، للذاكره كثير منيحه، للمفاصل. دائما بدي اضل اذكرك ورح اضل وراك لحتى تضلك تستخدميها، لانها من اكثر القيم الغذائيه اللي ممكن تستفيديها، اللي هي الحشائش وكمان النباتات اللي من الحشائش اللي لها صيغه. دائما لازم تنكسر بشيء، يعني تدخل على اطباق معينه. هلا مثلا الجيل الجديد ما بحب الحشائش ومفيده، بدك طعميه انت بالنهايه، وبدك خليه يستفيد من المكونات الغذائيه والفيتامينات اللي موجوده. صح. قد ايه بتحسي لازم الواحد يدخل ويغير بالاكل حتى الطعمه ما كمان تكون قويه؟ يعني كلامك سليم ابراهيم. يعني احنا مثلا هلا الشبت نكهة
نكهته كتير قوية بشكل لا يوصف. مثلا عندي نكهة الكزبرة الخضراء، يعني في نكهات قوية حتى إحنا الشباب إبراهيم ما بنحبها، يعني أنا واحدة من الناس ما بحب الكزبرة مثلا، بالسلطة بحس نكهتها حد كتير، بس لما آجي أنا أحطها بشوربة بطبخة، يعني أنت بدون ما تشعري كل القيمة الغذائية والفائدة اللي فيها نزلت بطبختك. هلأ إحنا إبراهيم عم نستخدم طبق كمان لحتى أمسكه زي ما هو أقدمه على طاولتي. أنت دهنت طبق؟ نعم دهنته زبدة بحرارة الغرفة مش سائلة عشان تحمص لي الخبزات. تنسيش خبزي ناشف، شايفين الخبز يابس أو ناشف، قطعته. أنا مستخدمة خبز فرنسي، بدك خبز باجيت بصير، بدها خبز عادي، خبز حمام بصير، بتسوي طبق ممكن أو لا. نعم احنا ابراهيم رسالتنا من هذا الطبق، انا رسالتي حافظي على الخبز الناشف، حتى الخبز الناشف بتطعميكي وبتطعمي عيالك، صح؟ مش عيب ابدا، والله بترح البركه اكيد 100%. يلا صديقي بنصبح على كل الاشخاص الموجودين، يعني بنسأل احنا لازم يكون باية الخبز عشان لازم يكون. هلا شوفوا انت عندك فريش وحابة تعملي فيها بصير، بس انا رسالتي انه انا عندي خبزة ناشفة ضلت عندي بالبيت مش عارفة شو اعمل فيها، اوعك تكبيها واوعك تستني انها تخرب، لا استغليها. انا هاي رسالتي اليوم. ايهم سماضي بسأل الطبق حلو او مالح؟ لا هو ايهم يعني السماضي هو مالح نوعا ما البطل، صحيح؟ هو نعم مالح مش حلو، مالح. وإحنا الطبق اللي بعديه الحلو، يمكن إحنا ذكرنا بالبداية رح يكون أول إشي فطيرة الخبز البايت، بعديها رح يكون في كنافة، وكنافة بالمانجا. يس يعني لأول مرة هاي أنا معك ما إبراهيم. لا هلأ بدوقها. هلأ شوف في كتير طرق بالأسواق وصار في كتير تشعب. معنا اتصال شيف من فلسطين. الله يلا ناخذ فلسطين. ألو ألو صباح الخير. صباح النور، أهلين كيف حالك؟ أهلا وسهلا، مين معي؟ معك سهام من فلسطين. يا أهلا، تحية لإلك كل أهالي فلسطين أكيد. الله يسعدك يا رب. نعم، هاي شيف علا موجودة معك. ألو صباح الخير. صباح الخير شيف علا كيف حالك؟ الله يسعد فلسطين وأهل فلسطين وكل اللي بيحضرونا من فلسطين، أهلا وسهلا فيكي. والله أنا تحديدا بحكي معك من عرب 48. أجدع ناس بالدنيا، أهلا وسهلا نورتي يا أمر، أهلا فيكي، قولي معاك الساحة تفضلي. الله يسعدك، بدي أهدي سلامي لأهلي في الظليل، أنا أردنية طبعا. نعم أنت البركة ستي. نعم بدي أهدي لسلامي لأمي في الظليل أم إبراهيم. نعم لأخواتي كلهم أم طايل وأم سبلي في الظليل، وبدي أهدي سلامي لعمي عمي أبركان في جاوة ساكن. يا حبيبتي إن شاء الله كلهم عم يسمعوك وإحنا كمان بنصبح عليهم، أهلا وسهلا فيك بكل ساعة وبكل وقت، سلامنا لكل أهلك وحبايبك. وبدي أهدي لأختي أم ريان ولجوزها أبو ريان في شو اسمها المنطقة. نعم حبيبتي أتمنى يكون الكل عم يسمعك وإحنا كمان بدوري أنا وإبراهيم عم نصبح عليهم أكيد. أهلا وسهلا فيك بكل ساعة بكل وقت، خير بترجعوا بتلتموا وبتلتقوا إن شاء الله أكيد. معنا اتصال ثاني شيء، يلا يلا مروة صديقي من البلقاء. نعم إليك، بنصبح عليك مروة، صباح خير. كيفك يا إبراهيم؟ يا أهلا وسهلا. أهلا فيك، منور والله منور. الله يسعدك، شكرا إليك. صباح الخير شوف علاء. يا صباح العسل، أهلا وسهلا. صباح الحب. كيف شايفتي لي بالله إبراهيم بالمطبخ؟ قولي لي في بتحسن الأداء في تطور؟ من بعدك يا شيف علا والله منورة حبيبتي بوجودكم يا أمر، أهلا وسهلا فيك. هلا رح أخليه يخبز لنا الفطير، استني شوي لا تشغلني شيف علا اليوم. حبيبتي تفضلي معاكي، قولي سامعيني صوتك. راحت للأسف للأسف، تحياتنا يعني إلها ولكل حماس، وإحنا يعني أعطتنا طاقة هيك إيجابية. عسل الله يسعدها يا رب وين ما كانت. إحنا وين وصلنا بال خفقنا البيض مع البصل والبقدونس والكرفس، تمام؟ ليش الورقيات الخضراء ما حطيتها لحالها زي الفليفلة؟ بدي إياها تتبلبل مع البيض عشان تقعد على الخبزة، ما بدي إياها تصير تتناثر عنها. بعدين فلفل. مهم إنه بدي أسأل سؤال عن موضوع أنت قدرتي، قد إيه مهم إذا كان في سائل أكبر ممكن تشتش الخبزة؟ بالضبط. وبعدين البيض في داخل الفرن إبراهيم رح ينطبخ، لما بينطبخ بمسكها كلها مع بعضها، لو جابت الست قالب وفتحته متحرك القاعدة بتنزل معاكي قالب واحد، لأنه البيض رح يمسكها وينطبخ في داخل الفرن. الفطيرة علما في بعض المطاعم في
في محافظة العاصمة عمان ما بنحط فيها فليفلة، ولكن أنا حطيت الفليفلة، ها ركزي، لاحتوائها على كمية عالية من الماء اللي مفيدة للجسم بالإضافة إلى عنصر فيتامين سي. إذا الأكل ثقافة إبراهيم، أنا مش بدي أعبي فراغ وأروح صح. أو والله طبق أنا مجبورة أعمله صح. ما في، كل مكان إشي طيب ومنيح احنا بنكون مبسوطين. يعني في اسئله شف ناخذ الاسئله في صح. عندك حمزه شراب عم تسال او نيرس حمزه، انا ما مش عارف الاسم صح ولكن عم تسال او عم بسال هو أيوه. ممكن الخبز يكون خبز توست او لا؟ اي شيء، اي نوع خبز بايت بدك طازه طبقوها بصير، انا ما يعني بزبط على كل شيء. نعم، في عندك خبز عم بيسألوا عم بيحطوا أنواع خبز بشكل عام، عم بيحكوا وإحنا عم نرجع بنأكد إنه أي خبز. في ناس بتحكي لك إحنا مستعمل خبز البايت في فتة الحمص، وهذا متعارف عليه. أزكى خبز بالدنيا في فتة الحمص الخبز البايت فعلًا. صح. حتى إذا شريناه طازة أغششكم، إذا شريته طازة وعندي ناس بدي أعمل فتة بفتح الكيس وبخليه مفتوح طول الليل عشان ينشف الخبز ويشد، يعطيك طعم كتير أطيب، لأنه إذا كان طازة إبراهيم بتشتش. ما هي الفكرة من هون. يعني حتى بهذه يمكن لو كان طازة رح يتشتش مع انه البيض بيعمل تماسك لما هو البيض رح يمسكها هلا بنطبخ في داخل الفرن. نعم. في محمد الزريقات بسالك بدنا طريقه الدونات. حاضرين رح نعملها ان شاء الله. لا لسه احنا هلا رح اعملها، لازم يكون في شيء حلو وسكر، فاستعدوا للدونات. حاضرين تمام. حتى هون موزاريلا تشيز انا بدي احطها بالفرن. حاضر، وانت رح تدير بالك عليها لانه الاولى تحمرت زياده. بس انا بحبها محمره. ليه؟ هذا يعني انا بحبها محمره عشان الخبز تقرقش اطيب صح للفطور. بدي اضحكك على هالقصه ابراهيم والمشاهدين سمعينا. امبارح رحت على كارفور بدي اجيب اغراض الحلقه. فانا بين على ثلاجه الدلي واقفه بدي اشتري جبنه. فعطست. انا حاطه كمامه. حاطه كمامه وعطست هتسي. ولا في اثنين شباب يعني ما فيهم 20 سنة اللي هو بيقول لصاحبه يا حبيبي ضرب كورونا. هي صارت هلا، ما هو شوف الترند هلا ب 2020 ما حدا عم يعني الاشخاص اللي بتمرض ما عم تحكي او يا حرام للاسف. او في اشخاص حتى بيكون معها يعني مش اعراض، هو ما بيكون كورونا بس عم بيحاول يعني ما يحكي عشان اللي حواليه ما. انا بصراحه ضحكت بس خلص احنا وصلنا لمرحله تعدينا انه نخاف من كورونا. بالضبط، هو بيقول يا حبيبي، فانا ضحكت بقول له تعال، هو يهرب وانا امشي وراه. تعال والله ما معي كورونا، قال انا بفحص دائما. يس. احنا بننوه بانه الفحص ما بخوف وبانه بشكل عام. نعم، المرض أكيد. عم بيتم يعني التعايش معه بشكل او باخر. الحمد لله انه تعايشنا يعني الحمد لله. معنا اتصال ابراهيم. يلا معنا اتصال. الو. اهلا، صباح الخير. صباح النور. معنا حنين مش هيك؟ سامعتيني؟ اماني انا اماني من الزرقاء. اهلا يا اماني، بس بصير نعلي سماعه الاستديو عشان نسمع. يلا اماني، بصبح عليك اول شيء وسعيدين جدا بسمع صوتك. واحكي لنا شو رايك بطبق اليوم. ما شاء الله عنها السفرلة، يعني ما في اي غلطه. حبيبتي انتم البركه بشهادتكم الطيبه اكيد. الله يخليكي. انا بصراحه بستعمل خبز التست القديم يعني البايت والخبز الحمام، بعمل فيها كنافة كمان بيقولوا لها العثمانية، الكنافة الكذابة. بالضبط عملناها برمضان. نعم. ما شاء الله طبقك اليوم كثير بيستاهل، انا رح اجربه. حبيبتي ان شاء الله بالهنا والعافيه على قلوبكم اكيد. انت البركه ستي، اهلا وسهلا فيكي نورتينا. على خواتي والله واهلي، اختي بجرس المؤمن ومع عبد الكريم، بسبح امي كمان حبيبة قلبي. احنا كمان نصبح عليهم، اتمنى انهم يكونوا عم يسمعوك يا قمر. اهلا وسهلا فيكي وتحياتنا لاهل الزرقاء. اكيد موجه تحيه لكل اهل الزرقاء ويعني بشكل عام كل محافظات ومدن المملكه. احنا دائما نسعد بمشاركاتكم وتعليقاتكم ومشاركاتكم بشكل عام. احنا وين وصلنا؟ احنا طلعت عندك شيء جاهز هلا تحس هي القرص بس لا انا برايي مثلا انا بحبها هيك وانا بحبها محمره. طيب هلا بدك تدير بالك على الثاني تطلع شقرة عشان نرضي الجميع. تمام يلا برهوم. يلا. حامل الفرن صحيح؟ نعم، الرف الأوسط على 200 من فوق ومن تحت، البيض رح ينطبخ معاكم، رح يمسكها رف الأوسط هذا بس عشان يس ننزلها. لا فوق لو سمحت. أيوه يلا خلص
وبعدين لما بتطلع من الله عليك يا برهوم الله يسلم ايدك. طبعا اكيد احنا بدنا ننوه انه هي بتاخذ وقتي بسرعه. الخبز مخبوزه مش اكثر من 7 دقائق 10 دقائق فقط بتكون سريعه أريد. يعني كوصفه سريعه وكانجازها سريع. هلا كثير طيب معاها ابراهيم الزعتر الاخضر شيء خرافي بس انا ما عندي بالمطبخ مشيت ايش حالي. ايش رشيتي هون؟ هلا هون زعتر ناشف للديكور فقط مش اكثر ما راح نبالغ. ممكن اذا حبيته مثلا رشه بقدونس يعني كل شيء طيب. شوفوا قديش شيء بسيط ممكن بزيب. يعمل لي كسيدة منزل بيعمل لي سعادة لما أولادي يتمتعوا بالأكل أو جوزي يقول لي الله يعطيك العافية أو حماي ياخذ له قطعة يقول لي الله يسلم إيديك. حلو صح أكيد. هيك شعور بعد النفس الطيب. يس. في ناس عندها نفس طيب أكيد أكيد على الأكل. طيب إحنا هيك إبراهيم خلصنا فطيرة الخبز البايت وكتير في أفكار لا تعد ولا تحصى وأكيد أنتوا كل واحدة فيكم ست العارفين ولكن إحنا واجبنا دائما ننوه للحفاظ على النعمة بالدرجة الأولى صح. لحتى ما ننحرم منها لا إحنا ولا أنتوا إن شاء الله.